ندخل بقى على الحاجات المالجنسي اللي كانوا بيقولوا عليها ان هي مالجنسي ولكنها دلوقتي هم بيشخصوها على انها تقدر تقول عليها كارسينوما ان سيتو، اللي هو اول حاجه اسمها الكابوسي ساركوما. يا سيدي مجازا المالجنسي كما يقول لك مالجنانت فاسكولار تيومر اللي هم مين؟ الكابوسي ساركوما والانجيو ساركوما. كابوسي ساركوما يعني في ناس بتحب تنطقها كابوشي مثلا، خديها من على طرف لسان، وفي ناس بتحب تقولها كابوتشي. اقولها جلوماس، اصل جلوماس دي مش يعني بيري سايد، فانا بحب اقولها يعني. انا ما خلاص انا بدات في الكابوسي ده. لا مش سهله، ايه دي؟ جلوماس سهله يعني؟ انا خلاص بقى كابوسي ساركوما. الكابوسي ساركوما، الكابوسي ده اسم عالي، هو تقريبا كان برتغالي ماشي يعني، لا اذكر بس غالبا برتغالي. هو اللي اكتشف كابوسي ساركوما، اكتشف مرض. المرض ده ليه ستيجز، زي مين؟ يا اما كده ما تقولش انا قلت دي ستيجز زي بالظبط يعني، بيبدا بباتش ثم بلاك ثم نوديولز، صح؟ لدرجه ان هم قالوا طالما هي ستيجز كده يبقى ممكن تيجي الستيجز كلها ات ذا سيم تايم، يعني ممكن تيجي باتش وبعدها حته بلاك وبعدين زادت بقت نودي. فهو مرض ليه ستيجز، باتش وبلاك ونودي. النودي بتاعته لما كان بيدوس عليها كان لها كومبريسبل ماس. طالما كومبريسبل دي حاجه باسكول، لما ببص على حاجه اقعد ادفس عليها الاقيها طريه ومظبوطه كده يبقى دي باسكول، حاجه بلاد فيسل مش كومبريسبل، اضغط عليها تقب تاني، دي بيسموها كومبريسبل ماسس. وكانت اكتر في اللور ليم. يا نهار ابيض، لا بقى يبقى دي حاجه لازم اخد بالي من الهيستولوجي. خد الهيستولوجي بتاعها، خد الهيستولوجي من الباتش، خد الهيستولوجي من البطش، خد الهيستولوجي من النوت. انا قلت ستيج صح؟ انا ممكن ستيج يحصل اوفرلاب مع ستيج، يعني ممكن الباتش داخله حاجه تدخل على البط اهي، فلاقي مانيفستيشن اوف الباتش والمانيفستيشن اوف البلاك الاثنين مع بعض، ليه في مصادر واحد؟ لا عباره عن ايه؟ انا دلوقتي بتكلم عن فاسكولار تيومر صح؟ لقى ان البلاد فيسلز عملت لي دخلت جوه الكولاجين كترت قوي لدرجه ان هي دخلت جوه الكولاجين وعملت له سبليتنج وعملت لي شكل كانه بالظبط سليت، يعني سليت شق، شقت لي مين؟ الكولاجين بندلز. يبقى انا هلاقي سليت لايك شانلز. السليتس دي عباره عن بلاد فيسلز بس عملت لي سبريتنج يمين كولاجين باندج. خدنا مره قبل كده كان بيعمل سبريتنج كولاجين باندج وميسينوزيس، صح؟ ميسينوزيس. انا قلت لكم هم اتغيرت صح؟ انكريز الميوسين وتش سبريتنج كولاجين باندج وانكريز الفايبروبلاست. شوفوا كل الميسينوزيس. يبقى بدا الاول بسليت لايك شانلز سبريتنج يمين الكولاجين باندج. وبعد شويه السليتس دي عماله تزيد، السليتس دي عماله تزيد، وكل ما تزيد بتاكل الكولاجين باندلز وتعمل لها ريبليسمنت، يعني تضغط عليها وبتاخد مكانها. بتقدم الوقت لقى ان في سبيندل شيب سيلز. شوف انا شايفها كده قدام عيني، بدا الاقي سبيندل شيب سيلز. السبيندل شيب سيلز دي عماله تزيد في العدد، وكل شويه السبيندل شيب سيلز دي هي اللي تضغط في العدد، تكتر 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 تكتر. ومرور الوقت لقى ان السبيندل شيب سيلز دي ماسكه كل الباتش. لما رجع تاني للباتش ستيج ما تصورش، انا عندي السليتس دي اللي هي تعتبر بلاد فيسلز، يبقى انا عندي هنا كولاجين باندلز. كان هنا بلاد فيسلز، والبلاد فيسلز عملت سبليت مين؟ كولاجين باندل، صح؟ وكانت بلاد فيسلز يعني كان لقاها لان الكتير يقول بلاد فيسلز. يعني حصل عندي نيولي فورمد بلاد فيسلز. نيولي فورمد بلاد فيسلز. انا بتكلم على فاسكولار تيومر، صح؟ انا بتكلم على ساركوما المفروض. يعني ايه الفرق بين الساركوما والكارسينوما؟ لا الكارسينوما من الانفيلم. والثانية اللي هي الانفيلم. الانفيلم دلوقتي شو؟ مش الانفيلم.
يبقى البلاد فيسلز عماله تزيد. هي البلاد فيسلز الاورجن بتاعها سيل اولها في الاول انها طالعه من الميزوديرم ماشي، الميزوديرم اللي هو ايش ميزوديرم. طيب يبقى انا عندي البلاد فيسلز عماله تعمل سبليتنج للكولاجين. طب انا عندي هنا برضه البلاد فيسلز الاساسيه كانت موجوده صح، انا اصلا كان عندي بلاد فيسلز. انا تخيل دلوقتي ان انا بلاد فيسلز اهو انا نورمال صح، انا النورمال وعمال يتكون عندي بلاد فيسلز جديده وحواليا حواليا 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 صح، وعمالين يزقوني كان دلوقتي قاعد في اتوبيس صح، والبلاد فيسلز عماله تزيد حواليا. فكان ايه؟ كان انا عامل بروتروجن هدخل عليهم يعني فاهم يعني، كان بالظبط يبان الصوره كانوا هم محوطيني كده اهو بلاد فيسلز اهو القديمه صح. واليونيفورم البلاد فيسلز اهي فيقول لك ايه؟ ان البري اكزيستنج بلاد فيسلز يبان كانه بروتودد انسايد ذا يونيفورم فيسلز او العكس. يعني هيحصل بروتروجن من النيولي فورمد بلاد فيسلز، هو مش بروتروجن هو يبان كانه بروتروجن. يعني كلمه بروتروجن يعني حاجه دخلت جوه ماشي؟ يبان كانه بروتودد انسايد ذا نيولي فورمد بلاد فيسلز او نيولي فورمد بلاد فيسلز كانها بروتودد انسايد ذا بري اكزيستنج بلاد فيسلز. حصل بروتروجن من البلاد فيسلز جوه بعض الطرق من القديم في الجديد او من الجديد في القديم صعبه كده. فبان كانه لسان في البحر. عارفين اللسان بتاع راس البر؟ عارفاه؟ عندكم لسان في اسماعيليه على فكره بس مش عارف فين. يبان كانه لسان في البحر، اللسان ده اسمه برومونتري فيسموه برومونتري ساين. لما يقول لك البرومونتري ساين دي اللي موجوده فين؟ بروفيسور في الكابوس الساركوما. ده عباره عن ايه؟ يا فندم ان حصل بروتروجن of the pre-existing blood vessels inside the newly formed blood vessels. دي بيسموها ايه؟ برومونتري اهو. طبعا انتوا لو شفتوا الصور بتاعت معايا النهارده صور تحفه البرومونتري ساين خلاص؟ يبقى حصل الاول بروليفريشن of the newly formed blood vessels. وبعدين حصل بروتروجن of the newly formed blood vessels inside the pre-existing blood vessels. وعمل وات از كولد ها برومونتري سايد صح. ده كله والدرمس عمل ايه ده دلوقتي؟ انا حتى الان لسه في مرحله الباتش لسه ما عليتش شويه، بدا يجي لي بقى السبندل شيب سيلز اللي ما حدش يعرف الاورجن بتاعها ايه. ده له سيلز سبندل شيب سيلز. ده واحد قال ده منكم كوني دي بليتيريا ممكن اسمه سيل اندي برضه سبندل شيب سيلز. سبندل شيب سيلز ده مالجنت اتيبيكال سيلز وذ مايتوتيك فيجرز. والسبيندل شيب سيلز دي عماله تزيد كل مدى ما عماله تزيد كل مدى ما عماله تزيد لدرجه ان هي ريبليس الكولاجين باندرز كلها، لدرجه ان انا لما بشوفها بقى في النودولار سيلز بتبان كانها ميوزوس محوطاني متحوط كده ويلسر ترانسكرايب نودول جوه الدرمس جوه الدرمس يعني مندي هنا كده كانها ويلسر ترانسكرايب نودول وكلها سبيندل شيب سيلز سبيندل شيب سيلز. شبهوها كان عارفين السمك من اللي فات وفي من اللي كان بيتفرج فيكم على العالم البحار زمان فعور اللي هو طب الكلام كده فاهم. يقول لك كانه بالظبط سمك وطالع الفسحه تخيل، فبيسموها سكول اوف فيش. ايه سكول اوف فيش؟ السمك اللي طالع كانه سمك كان في المدرسه بتاعته طالع بقى فبيسموها سكول اوف فيش. هتشوفوها السمك سبندل وطالع كده بيسموها منظر كده هتشوفوه اسمه سكول اوف فيش. يبقى انا كده خدت كام ترم كده في الكابوس دي؟ برومونتري سايد وسكول فيش اوف فيش صعبة كده؟ والسليت انت لو ما قلتش السليت دي يبقى انت ما قلتش حاجة خالص. يبقى بدأت بالسليت لايك تشانلز ويتش سليت الكولاجين باندلز صح؟ وبعد كده جت مرحلة البرومونتري سايد وبعد كده مرحلة السبندل شيب سيلز انكريزنج نمبر لدرجة ان هي زادت قوي حصل اجريجيشن جامد قوي لدرجة انها عملت نودولار اجريجيشن في الدرس وكلها سبندل شيب سيلز صعبة كده؟ آخر حاجة دي جوه النادي بقى. سليت يعني شكل. التعبان. مكتوبة؟ سليت. سليت. وريني كاتبة عندكم. يعني هو كاتب الكابوس سليت. كابلي ريشن سمبل جرانيوليشن تشو. كابلي ريشن دايليت اللي انكريز النمبر فور كلام صح. دايليت اللي بقى. دير اندوثيليال سيلز ار لارج مين هو المفروض قبل ما يقول كده يقول لك ان في كولا ان هي سليت لايك ده سليت دي ده كلمه مهم جدا
الاكسبيرينس دي كلمه مهمه بيدوروا عليها ستيتس لايك شانلز سبيريتال كولاج بارتس ماشي. طيب وبعدين البروتود انتوا اليوم انتوا فهمتوا بقى ازاي ديفيوز كل الانفورمات اللي فاتت ساعه حته الاكسبيريشن بارتس دي مهمه برضه. ليه؟ انا مش عندي بلاد فيسلز كتير وكله عمال يدخل في كله فشويه هيرابشر ويطلع اكسترا بوزيشن اوف ار بي سيز والار بي سيز دي انجلفد بالفاجوسايتس وتعمل لي بوديز كده هنشوفها دلوقتي وممكن الار بي سيز دي بعد ما تتكسر يطلع منها الهيموجلوبين والهيموجلوبين دي يتكسر الاير بتاعته ويعمل لي وات سبورت هيموسيلوزيس. معلش هو مثل بيدوش بيت الجرانيوليشن تيشن ليه؟ الجرانيوليشن تيشن لما بيجي يتكون بيبقى كولاجين بادلز وفي بلاد فيسلز ماشي؟ لما يجي يقول لك ده في هيحصل هيلينج بالجرانيوليشن تيشن بيبقى بلاد فيسلز كتلت وكولاجين بادلز ماشي؟ طيب يبقى انا عندي مرض اسمه كابوسي ساركوما اللي يعتبر لوكالي مالجنانت واللي في ناس بتعتبره مالجنانت ساركوما. ساركوما ده بيقول لي جرانيوليشن تيشن بلاد فيسلز وكولاجين وانا لما اجي اتجرح وفي يحصل لي هيلينج بالسكندري انفنشن مش بيحصل لي هيلينج بالجرانيوليشن مش بيحصل نيو انجيوجينسيس والنيو انجيوجينسيس طلعت ليه؟ عشان البليتد حصل بيست اجريجيشن طلع بليتد جروس فاكتور خد النهارده بنت في الجروس فاكتور ده بيطلع على بلاد بيست. مش هو في السكول فيش ده بيبقى ولد كونستراكت سكول فيش دي منظر سليتس في النودل اوف السكشن. لا احنا بنيجي نبص كونستراكت دلوقتي بولسر كونسترايد نوديوس ولا لو الورش كونستراكت دي مش ماشيه مع الليلز. تمام؟ ليه دي كده؟ ورش كونستراكت دي جوه الدرمس. هو اصل ايه اللي هو زير انتيريال سيلز او كلوش اند ميد بروتكتد سيلز اللي هي دي جوه. ما انا قلت لك هو البروماتور ساين. ورش كونستراكت يعني زي ما حضرتك قلت ان هو بروفيشن هو نفس المعنى؟ اساسي. يبقى انا عندي بروليفريشن وبروتروجن وممكن كمان الاقي انفلاماتوري انفلتريت اكسترا بوزيشن في ار بي سيز ممكن الاقي هيموسيدرين وبعدين الاقي سبيندك شيب سيلز وزائد وريبليس الكولاجين وشكرا وشكرا. صح؟ صعبه؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعتي يا اما تيجي لي باتش يا اما تيجي لي بلاك يا اما تيجي لي بنوديول والنوديول دي بتبقى كومبريسبل وبتيجي فين؟ في الديبندنت بارتس ده غالبا بتيجي في اللور لينز. اي حاله تيجي لي يقول لك في الامتحان كومبريسبل نوديولز بتبقى موجوده في اللور ليبس تسعه كابوس ساركوما انتل بروف اذر وايز. صعب الكلام ده؟ انت كنت بتتكلم في التليفون كابوسي ساركوما انتل بروف اذر وايز. لو جات لك حاله جه قال لك كومبريسبل نوديولز في اللور ليبس يبقى دي كابوسي ساركوما انتل بروف اذر وايز. طيب هو الكابوسي ساركوما واسع شويه اللي احنا عمالين نقول عليه ده اللي احنا هنتكلم عليه ده كله ده كله ده اسمه الكلاسيك تايب. يبقى الكلاسيك تايب بيجي في ايه؟ قال لك والله بيجي لي بصوره كومبريسبل. الكابوس ده ايه اللي خلى البلاد فيسل دي تكبر؟ قال لك جروس فاكتورز طلعت كتير. طب ايه اللي خلى الجروس فاكتورز دي تطلع؟ قال لك والله غالبا انفكشن. دخل فيروس عنده الكابابيلتي او عنده الابيلتي ان هو يعمل ستيميوليشن للجروس فاكتورز دي ان هي تطلع. طب ايه هي الفيروسات دي؟ ثلاثة صعبين. هيومن هيربس فيروس سايت 8 سايت 2 مكانه فيروس والاتش اي في. الفيروسات اهي فيروس عندها الكابابيلتي ان هي تعمل ستيميوليشن للجروس فاكتورز. في واحد عنده جين سبسكتابيلتي هو يعمل انهي نوع من الهيومن هيربس فيروس طيب؟ 8 حاطين طبعا الهيومن هيربس فيروس صح؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة لحد مش عارف ايه فاكرين طبعا صح؟ يعني دول لما بيجوا يبقى بريك سكوز لكابوس ساركوما؟ الثمانية ثمانية يعملوا بريك مش هما ثلاثة دلوقتي يوم الهربس فيروس رقم ثمانية يعني ايوه دول بقى بريك سكوز لكابوس ساركوما؟ فالجروس فاكتورز هتطلع لي نيو انجيوجينيسيس تبقى ريزيستنت نيو انجيوجينيسيس عماله تطلع كتير عن بريك ساركوما ماشي. هو الفاسكولار ابيدرمال جروس فاكتور اه والفايبروبلاست جروس فاكتور بيتا فايبروبلاست جروس فاكتور بيتا نعم الفاسكولار ابيدرمال جروس فاكتور ده هو الجزء اللي فيه الجزء
مش انت عندك فايبروبلاست وجروس فاكتور؟ مش احنا قلنا في الاول الكلام ده؟ ومنهم الفاسكولار ابيدرمال جروس فاكتور. ايوه هو الفاسكولار ده بس الوحيد اللي فيه تاني ايه؟ فايبروبلاست وجروس فاكتور. ماشي ميتا حاجه ثانيه؟ هو ده؟ يعني ده انا كده قلنا اثنين على فكره، انت قايله بعظمه لسانك اثنين، فايبروبلاست وجروس فاكتور وفاسكولار ابيدرمال جروس فاكتور. طيب الابيدرم الكابوسي ساركوما دي اول بايوبسي خدتها في حياتي كانت كابوسي ساركوما، وانا ما كنتش اعرف ومن لخبطتي نسيت البس الجوانتي وايديا كلها كانت متغرقه دم. اللي ليه انت بتتكلم على ايه يعني؟ مش تيومر، فاسكولار تيومر، فانت لما بالبانش كده بخبخ الدم دي مش هتقف. وبعد كده عملنا للراجل ده، لقيتهم طالبين له الاتش اي في، طلع بوزيتيف. الراجل ده كان في الثلاثينات، كان في الثلاثينات، وكانت المانيفستيشن هو كان جاي بنديولز مش ما جاتش في اللور ليب خالص، فكان جاي لي بقى تيبيكال برزنتيشن. اذا انا عندي نوع تاني من الكابوسي ساركوما ممكن يجي لي بقى تيبيكال برزنتيشن ومي بي اسوشيتد مع الاتش اي في، وطالما مع الاتش اي في يبقى الدنيا هتبقى ملخبطه شويه. يجي لك بايه؟ اولا يجي لك باتيبيكال بريزنتيشن، يجي لك بباتش والسايت اوف بريدليكشن تيبو زانوس، يحب النموذج اللي هو الجينجيفا وخصوصا الهارد بالانس، كده باتش كده باتش. وعمر ما هنسى والد زميلنا احنا، والد زميلنا كان مدرس الصدريه واللي شخص الحاله دي الدكتور عصام بكر، شاف باتش السمتس باتش على السايد اوف ذا نوز على التيب اوف ذا نوز، ولقى عندي الجنج فكده فيها شويه حاجات كتير. ناخد بايوبسي طلعت كابوس ساركوما، اعمل الانفستيجيشن طلعت اتش اي في. تمام؟ الناس طبعا يبقى انا خلاص اول نوع اللي هو الكلاسيك. ندخل على النوع الثاني اللي بيسموه ايبيديميك. ما الفرق بين ايبيديميك وانديميك وبانديميك؟ الانديميك ده موجود طول الوقت في الجيزه ظهر في كذا مكان، في مصر وامريكا والسعوديه ومش عارف ايه، الحمى الضلعيه صح؟ وفي كذا مكان في العالم صح؟ انديميك زي اللي بطلت تسيك في مصر بس، يعني مرض موجود في مكان واحد بس. طب بانديميك في العالم كله، في العالم كله انت موجوده في العالم كله بانديميك ماشي. طيب يبقى انا عندي تاني نوع اسمه ايبيديميك. الايبيديميك ده سموه ايبيديميك ليه؟ لانه في وقتها لقوا ان الاتش اي في عمال ينتشر في كذا دوله، ولقوا الكابوسي ساركوما دي اسوشيتد مع الاتش اي في، ومن ضمن المانيفستيشن بتاعت الناس اللي داخله اندرولوجي كابوسي ساركوما مع الاتش اي في ده من ضمن الكيس ديفينيشن بتاعت ايدز صح؟ الكابوسي ساركوما، الكابوسي ساركوما لما بتيجي مع الاتش اي في بتيجي باتيبيكال برزنتيشن، بيبقى السايت بتاعها مختلف شويه، بيجي لك باتيبيكال برزنتيشن وسايت برزنتيشن بتبقى زانون الجينجي بقى والهارد بقى. طب لو جت في اللور ليمب تبقى سمول ان سايز وبايلاترال سيمتريك. اللي فاكر او اللي فاكر في ال في بايلاترال سيمتريك مع انونو ديبريست انا دلوقتي اسمه ايبيديميك او الاتش اي في اسوشيتد ماشي. ايبيديميك او الاتش اي في اسوشيتد تاني كده، ايبيديميك او الاتش اي في اسوشيتد. يجي لك الكلام ده مكتوب ولا لا؟ طيب امال انا بتكلم في ايه؟ ما انا بتكلم في الابيديميك. يجي لك بسايت تاني، ويجي لك لو هتيجي هتبقى سمولر ان سايز بس مالتيبل وبايلاترال وسيمتريك زي الشنكر كده. فاكرين الشنكر بيبقى سنجل بس لو مع الاتش اي في بيبقى مالتيبل؟ مش عارف الكلام ده؟ انا خلاص كل سنه طيبه بقى. ماشي ماشي. طيب طبعا احنا نسينا نقول الاكسترا كوتينس مانيفستيشن بتاعت ال
خلونا خلاص ندخل بقى على الانديميك. طالما انديميك يبقى مخصص في مكان معين كده، جزء كده في افريقيا، القاره الافريقيه بيسموه الاكواتوريا الافريقيا. ماشي، الاكواتوريا الافريقيا دي كذا بلد كده مع بعض بيبقى فيهم كابوسي ساركوما، بيسموهم انديميك كابوسي ساركوما. هي المانيفيستيشن بتاعته بتبقى واحده، ولكن الفرايتيز بتاعته هي اللي بتبقى مختلفه. معلش، هو الفرايتيز كتيره شويه، اهمهم حاجه اسمها الليمفوادينوباتيك او الليمفوبروليفاتيك، دي هو اللي بيبقى مهمه شويه علشان بتيجي في الاطفال. الليمفوادينوباتيك تيجي في الاطفال تشيلدرن، وده بتبقى فيتال. في نوع ما انه اسمه الفلوريد تايب، الكلام ده مكتوب؟ لا مكتوب، لازم في الانديميك. هما ثلاث انواع، فلوريد تايب، بناين نودولر واجريسيف، اربعه سوري، بناين نودولر واجريسيف وفلوريد، يعني زي الفلوريد بالماتوزس كده، وفي الاخر خالص الليمفو ادينو بس. تعرف الليمفو ادينو بس فلوريد يعني فلوريد يعني فلوريد يعني فلوريد. ونوع اخير اسمه بناين نودولر واجريسيف وفلوريد وليمفا ادينوباتيك. وتعرفوا الليمفا ادينوباتيك ده بيجي في الشلدرن وبيبقى فيه صعبة كده. الليمفا ادينوباتيك يعني الفيرست ساين بيجي او فيرست ساين اوف بريدريشن فيه هو الليمفا ادينوباتيك. وليه هو الكابوسي ده؟ مش هو فاسكولار تيومر صح؟ فزي ما السكان ممكن يجي في الاكسترا كوتينيس. طب افرض حصل له سبريد، اول مكان يروح له مين؟ يروح للليفر وبعدين الليمف نود. عشان كده اسهل مكان انك تعمل له اكزامينيشن هو الليمف نود. فلو في ليمف نود افكشن اعرف ان هو ليد يعني. ماشي، طيب ده في الكابوش بقى. الانتستين ويصيب كمان الانتستين. يبقى لما يجي يقول لك ايه هو الاكسترا كوتينيس مانيفيستيشن بتاعت الكابوس الساركوما، تقول الاكسترا كوتينيس مانيفيستيشن ممكن نروح للليمف نود، ممكن نروح للانترنال اورجان. اول حاجه في الانترنال اورجان اللي هو الجي اي تي، اهمهم سمول انتستين والليفر، وده اللي بيعمل بقى انتستينال بليدنج والانتستينال هيموريج ويروح في السكين ده ويبقى هو ده الفوز. ماشي، طيب اخر نوع بقى من انواع ام الكابوس الساركوما ده نوع اسمه الياتروجينيك تايب. الياتروجينيك يعني انا اللي عملته، يعني انا اللي عملته مش انا السبب، يعني الدكتور اللي عمله. الراجل ده كان مثلا عمل ليفر ترانسبلانتيشن، راح الدكتور احمد راح ماشيه على انوس وبلاسنتر عادي، تدرش من المعمول بيه ليه؟ علشان يظبط جهاز المناعه علشان ما يحصلش ريجكشن. خد انوس وبلاسنتر دراج، الانوس وبلاسنتر دراج دي راحت عامله لي كابوس ساركوما. هي الدراج اندوس دي هي السبب بتاعها مش مفهوم قوي، بس قالت ان هي الانوس وبلاسنتر زودت الجروس فاكتور، مش عارف ازاي الجروس فاكتور لما زادت راحت عامله لي الكابوس ساركوما. وعلشان كده ده اسهل انواع الكابوس الساركوما. ليه؟ لان لو عرفت السبب فيه نقط هوقف الاميونو سبريشن، الراجل ده هيخف منه الكابوس الساركوما. نعم، اه عشان كده انا قلت لك ان الكابوس الساركوما ده هو لوكالي مالجنت في الاول، هو لوكالي مالجنت مش يعتبر من ضمن المالجنت. يبقى انا لما اجي اتكلم بقى عن كابوس الساركوما او كابوتشي ساركوما او كابوتشي ساركوما، ده عباره عن فاسكولار تيوم صح؟ ليه انواع؟ اول واحد فيهم الكلاسيك، الايديميك، انديميك وياتروجينيك. الكلينيكال كلاسيفيكيشن بتاع الكلاسيك بتيجي باتش لاك كومبريسور ونيوز كلوش ونيوز، تبقى اكتر موجوده في الدور لين وبتبقى اسيمتوماتيك، ولا بتحس بيها بهرش ولا بتحس بيها بحاجه خالص. رقم اثنين ممكن تيجي مع الاتش اي في بيسموه الايديميك، اللي بيجي في سايت غير السايت، ولو جه سبريد ممكن يحصل له سبريد يعمل لي مالتيبل بايلاتر وسيمتريك وتبقى سمولر ان سايز. رقم ثلاثة افريكان اللي في منه اللي هو الانديميك، اللي في منه اربع انواع اللي هو بناين نودولر اجريسيف فلوريد لينفا دينوباتيك اللي بنقعد عليها في واحد. ياتروجينيك عيان ماشي على انوسابريسيف دراكس بعد الترانس كونديشن اي حاجه جات في الكابوس. وبالتالي العلاج بتاعي في الكلاسيك اعمله ايه؟ اعالجه كانه بالظبط حاجه طالعه لي صح؟ سكليروثيرابي، اعمل له كرايو، الكترو، اعمل له مش فوتوثيرابي بقى، راديوثيرابي. يعني تيومر حلو؟ انما مع الاتش اي في اعمل له الهارت. عارفين الهارت؟ هايلي اكتف انتي
ريترو ريترو ترانس ترانس سيرفي ماشي تمام كده خالص هل ايه ايه هايلي اكتف ريفيرس ترانس ترانس هايلي انتي ريفيرس ترانس ترانس خلاص طيب يبقى الهارت ده العلاج بتاعه لدرجه ان هم عملوا المورتاليتي قبل الهارت لو عالية وبعد الهارت لو قلت ماشي ان شاء الله بيخلي نضيف اكس ما هو الاكس هو السبب ما لقيتش اي تو هو ده علاج الاتش اي في اسوشيتد ولا علاج الكابوش هو ده لا انا قلت لك الكلاسيك هعمل 1 2 3 صح الايبيديميك هديله الهارت الاندمج حاله زي الكلاسيك الياتروجينيك هوقف السبب لا يحصل ما انت عايز تعالج الكابوس مفيش دعوه بس في ناس بتاخد الميونو سبريشن عشان حاجات تانية يعني في ناس بتاخد الميونو سبريشن علشان مثلا بتعالج باسكولايتس مثلا اديله بقى بايولوجيك اديله حاجه تانية وعامل جدول كده انا قلت ايه تاني غير كده سيرش النيورو ثيرابي الجدول اللي عامله بتاع يعني ده لو كان مثلا ليميتد ولو كانت اجريسيف كيمو ثيرابي اه تفوز بقى بين كريستين والحاجات دي احفظ يعني ايه بين كريستين بين كريستين ده سهل لو بص سؤال بس شويه هو احنا لو كل موضوع كده كل موضوع خدنا منه كده كام حاجه كده خلاص مش كده اه تعرفي حاجة عن كل حاجة وما تعرفيش كل حاجة عن حاجة يعني مثلا انه اي ديزيز كده مثلا فكرته كذا زي حاجة وخلاص كده يعني مش لازم اخد العلاج كله اه طبعا لانك عمرك ما هتحفظيه عمرك في حياتك ما هتحفظيه ولو قلتي له مثلا تريتمنت اوف اتش اي في وتكتبي الهارت ثيرابي خلاص ما يقدرش يغلطك بس يا ستي مش هيديكي الدرجة كاملة بس مش هيقدر يقول لك مش هيقدر يجيلي حتى نص درجه يجيلي 3 4 درجه هو انا علاج واقع علاج الجلديه كده اصلا يعني مش مصريه تحفظ كل انا دايما مسست نفسي كده في الجلديه في امراض كده هات وقول كده ما نفعتش يبقى ترابيزم ما نفعتش هات سيستمي ما نفعتش يبقى انا ادي منه ثيرابي اول منه صبر صبر في معظم الامراض الجلديه وفي الاخر خالص لو تعرف تقول لي كلمه بيولوجيكس ولا حاجه ولا بس يعني مش هنعمل بس بريتس انا هزعل اخدنا بايلوزكس من الباسفلايتس ولا لا؟ اه بايلوزكس انت يا سيدي كنت ايوه صح بايلوزكس مات وده مش بايلوزكس ما بايلوزكس طب ما انت حضرتها وشوف بقى عملت لا لا عشان الدكتور محمد البابي طيب ريتوكسي مات شرح مرحله باسفلايتس اتوبيك درماتايتس هو اللي بيحط الحاجه لا تقول ده مقاس ده انا بغني فيها هنا ايوه محبه حلوه جميل طيب خلاص حضرتك هتقول ممتاز خلاص احنا كده الكابوسي هو الان شو سكوما تقروها بقى هي مالجنا دي بقى تكون مالجنا تشوما هم سكوما بيجي الالسر في منها ثلاث انواع هو بقى دي سكال بسموها انشو سكوما وز سكال يعني تقروها قراءه كده يعني غالبا هي ما بتجيش يعني اكتبوا وراي ممكن الكتابه دي مقبره حتى الاسم انا الايام اللي فاتت عماله ابيض كده مش لاحقه عماله اكتب مش لاحقه ابيض اللي انا بكتبه ده اه صحيح قبل ما نمشي من الكابوس في حاجه اسمها السود وكابوس سكوم اللي يسموها اكرو انجيو درماتايتس يعني كلمه اكرو حاجه اكرو صح وانجيو حصل درماتايتس يعني حصل اكس بس ما تقعدش تكلمي وبعدين تيجي تقولي لي والله انا اللي كنت بكلمك اكرو دي مش موجوده في مصر لا موجوده يبقى سودو كابوسي بص اي حاجه ليها حاجه وليها سودو بيتحبوا يسالوا فيها يعني خدنا سودو بورفيريا سودو بورفيريا صح؟ بتاعت الكيمياء اه بالظبط وعندي كابوسي ساركوما سودو كابوسي يعني ايه سودو كابوسي؟ اكرو انجيو درماتايتس اكرو اكرو انجيو درماتايتس خلاص يعني ايه كده اكرو يعني حاجه اكرم
غالبا بتيجي في اللور ليمبس ماشي زي الكابوسي صح. انجيو يعني في بلاد فيسلز واسعه شويه زي الكابوسي. درماتايتس ده جاي بالاكزيمينيشن صح. اكزيما ده اسمه انجيو. درماتايتس دي عباره عن ايه؟ بتبان في صوره هايبر بيجمنتد بلاك وممكن تبقى سوبر انبوست بشويه نودلز كده تشبه الى حد كبير الكابوسي. تشوفها من بعيد تقول لي كابوسي. بتهرش يعمل حاجه اه بهرش. ليه بيهرش؟ لانها بالظبط ستيزس درماتايتس. انا دلوقتي عندي بلاد فيسلز ووسعت شويه وفي نفس الوقت حصل فيها ستيزس في البلاد راح طلع شويه هيموسيدرين. الهيموسيدرين ده عمل شويه ريبتيشن في الريفرال نيرف هو ده السبب في الاتش. يبقى اكرو انجيو درماتايتس هي الاسم الثاني بتاعها اللي هو السولو كابوسي اللي بيجي لي هايبر درماتايتس تبقى موجود اكتر في اللور ليمبس. لما باجي اخد لها البلاد البايوبسي بتاعتها انا عمري ما هنسى برضه الدكتور حسين بيقول لك ايه بقى؟ بشوف الشريحه ايه؟ بشوف الشريحه دايليتد بلاد فيسلز سوبرفيشال ودي ويتش از فيرتيكال اورينت. تحس ان مثلا بلاد فيسلز اللي فوق اللي تحته واسع واللي تحته واسع سموها فيرتيكالي اورينتد بلاد فيسلز. فيرتيكالي اورينتد بلاد فيسلز تبقى اسوشيتد كمان معاها سبونجيوزس ومعاها كمان انفلاماتوري انفكتد خلاص يبقى دي سوبر كابوس. معلش هو ايه بلاك بص يا ستي هو بيبقى البلاك دي سوبر كومبوست دي بص الحته دي البلاد فيسلز انا قلت لك ان في سوبرفيشال وفي ديب صح؟ هي البلاد فيسلز هي ماشيه كده فعلا في الدرمس صح؟ ومطلعاه لك كده الابيدرمس تغذيها ارتريول طالع وفينول نازل صح؟ وفي عندي الديب بلكسس تحت اهي والسوبرفيشال والديب بلكسس كونكتد مع بعض بفيرتيكال بلاد فيسلز. الفيرتيكال بلاد فيسلز دي ماشيه تورشوس من بين خلال الديرمس. انا لما اجي قطعت كده هاخد بايوبسي وهاخد بلين كده البلاد فيسلز دي زي ما قلت لك ان هي ماشيه كده وبتعمل كده. فممكن القطعه بتاعتي تيجي في واحد كان ماشي كده فتبان لك كده اهو لانها ماشيه تورشس يعني مش ماشيه بريبن ديكولر كده. لان لو ماشيه مثلا اعتبر ان دي طبقه الاندرو في الطبقه لو طلع ماشي كده وجيت قطعت المفروض هتبان لك انها اسطوانه مقطوعه مش ماشي كده ماشي كده بتبان لك على انها بالظبط كانها بلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز اللي فوق واللي تحت واللي ما بينهم وسع. فيقول لك ده فيه انكريز في الدايمتر بتاعت البلاد فيسلز ويتش از فيرتيكال اورينتد. تحس ان هما مرفوشين في بعض. حلو؟ الكابوسي ساركوما يفرق ايه؟ انا قلت لك دي فيرتيكال اورينتد بين بعض، انما البلاد فيسلز حوالين الكابوسي ساركوما كانوا جنب بعض سايد تو سايد. ده عاملين الفلو في بعض كانهم بالظبط واقفين في الاتوبيس. انما دلوقتي ناس شيك كده واقفين جنب بعض بس بعيد عن بعض شويه. ماشي؟ ليه؟ اه بيسموهم اه بس مش جنب بعض ملزقين في بعض ومفيش بترول ومفيش ريموت ساين ومفيش كلام ده ولا في ستيت لايتس. بس واسع. واسع شويه لدرجه ان عمل فيه تيزا شويه تيزا بسيطه حصل اكسترا بوتيشن فار ديزيز وبدا يهرش. طب فعشان كده يسموها اكرو انجيو درماتايتس اللي بيسموها ايه؟ الاسم الثاني سودو كابوسي ساركوما. طيب اه طبعا مختلف تماما. انا دلوقتي عندي هنا بلاد فيسلز واسع شويه وبالتالي كبيره الريبريمابيلتي زادت شويه وبالتالي ممكن الاقي فيه شويه اديما مثلا صح؟ يبقى هم مفصولين من بعض بالنورمال كونكتيف تيشو والسلايد اديما. انما الثاني في الكابوسي ساركوما سايد تو سايد ملزقين في بعض باك تو باك فاهماني ماشيين ورا بعض كده ده دخل وعامل برومتر ما انا عامل برومتر ازاي. طيب هنا في نيو بلاد فيسلز يعني هنا في نيو ليفورم بلاد فيسلز ما فيش انما مكتوبه فين في الكابوسي ساركوما يعني اه هنا في سبيندل شيب سيلز بس خلاص. يبقى لما تيجي تفرقيها والله يا فندم احنا هنفرقها كلينيكال
وافرقها هيستو باثولوجيكالي. وهيستو باثولوجيكالي ان انا عندي فيتا كالوريه بتلبس السيبريت بايديمنت ستروما، مفيش سبند تشيلد سيلز، وفي نفس الوقت مفيش نيوتروفورم بلس. بديت اسمها ايه؟ ايكرو انجيو درماتايتس. تريتمنت انت طبعا السبب فيها غالبا انكريز في الهيدرو سيت بريشر، واحد واقف طول النهار، واحد مش عارف عنده تركيز فين، واحد عنده مش عارف ايه، يبقى اهم حاجه تريتمنت التخوص وتبقى دسترويد. هنا تعتبر نوع من انواع الاسم. ماشي؟ يعني بس مش كده، هو ده اللي هي فيرتيكال اورينتد وسبونجيوزيس واكتيزيا وسترومازيشن لابسي. هو ده نفس الصوت. حسب بقى اكس وسيتوزيس، يعني دلوقتي الهيموسيس ده مش هيشخصها ستيزيس. واحد عنده فاريكوز فين والفاريكوز ما عندوش، يعني انا لما اشوف الديرمال بلاد بس مش هلاقي الدرم البلد بس فيها دايليزيشن. نعم. ايه اللي اشك فيها؟ ما نحتاج نشوف. ما انا قلت لك سوبر امبوز دبي. في اكسترا بوزيشن. انا كنت بقول لك ممكن يبقى فاريانت ما فيهوش كده يعني. عديني يا اسراء. انت اللي عديني يا اسراء اريح شويه. تعالوا بقى ما نوريكم بقى الكابوسي ساركوما. على فكره انا ببقى مبسوط، يعني مثلا ايه لما بتقعدوا تقولوا ليه اصل ليه دي، يبقى بدانا نفكر. مش عايزين نفكر. على فكره انا ممكن اشرح لكم الجلديه دي تك تك تك، كلمه ونص كلمه ونص كلمه ونص كلمه ونص، هتبقوا مبسوطين بس هتيجوا في الامتحان مش هتفكروا حاجه. انا ممكن اقول لك الكابوس يسرقون في ثلاث كلمات، اوعى تنسي سليت لايك مش عارف ايه، رقم اثنين مش عارف ايه، هم اربع كلمات اربع سطور اهو. نظام ماجد الشيخ، واحد اثنين ثلاثه، كباسين كباسين. ما دي دي لا يمكن تفتكريها. انا بقول لك الجلديه اصعب من انها تتحفظ. هتقريها وهتبقي وانت ماشيه زي الفل. اقلب الصفحه بس، اقلب الصفحه بس، بس خلص. انت لو مش حتى جدر لكل كلمه بتقريها جدر هتنسيها، مش هتنسيها. رواقه كده وصلى على النبي. يعني هي والله العظيم ما في حاجات ما بتبقاش حاجات ثابته يا دكتور، حتى لما نيجي نوصف هل هي سنجل مالت جوز هي بلاك، عايزين نكتب الحاجات دي مالها ثابته. يعني الاسئله دي ثابته حضرتك تتهمنا، واحنا حتى لو ما عرفناش نجاوب عليها مع نفسنا كده يمكن تطلع بحاجه صح. اهو موريتس كابوسي ده اللي اكتشفها، مش حتى يعني كابوس كده. طيب مالتيبل ليجن والجولز شايفين بقى؟ جميلة دي. ما كومبريسبل نوديولز في اللور لمب اهي، دي نوديولز دي لما تيجي تضغط عليها تلاقيها كومبريسبل. فدي بقى جايبة التلاتة مع بعض، جايبة الباتش الحاجات الصغيرة دي، وبعدين كبرت شوية بقت بلاك، وبعدين دخلت اهي على النوديول. يعني هو بيقول لك ان الاستيجز كلها ممكن تبقى موجودة في حتة واحدة. انتوا لو تلاحظوا هتلاقوا ممكن تلاقوا باتش بلاك، وبعدين دي هتكبر هتبقى نوديول اهي. ماشي؟ الكابوس الساركوما خادعه شويه، خصوصا باتش ستيج بتاعتها، بس يعني اهي كومبريسبل نوديولز، عشان كده بتبقى لونج ستاندنج وبتيجي في الناس الكبار، وبتيجي لنا اكتر عشان شخصها بتبقى فين؟ في الباتش في البلاك في النوديول. يعني الكابوس الساركوما اهي صعب قوي ان هي تتشخص على انها كابوسي، صح؟ اهي الايكرو انجيو دوماتايتس بتبقى نفس الشكل ده بالظبط بقى، فعشان كده سموها سودو كابوسي. دي تتشخص على انها كابوس ازاي؟ ده هو الاسم الثاني. لا. لا 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 لا، الستيز درماتايتس ده ديفرنشال دايجنوزيس منها. الستيز درماتايتس دي واحد عنده فاريكوز فين، حلو؟ الفاريكوز هي اللي نشأت، انما الايكرو انجيو درماتايتس البلاد فيسلز بتاعت الدرمس وسعت. ايوه. دي النودرال ستيج اهي، ماشي؟ طبعا يعني دي كلها اشكال من الكابوسي. هي جت سؤال مره في شبين، دي بقى اول ما تشوفيها تقول دي بتاعت الاتش اي في، صح؟ عند سايد اوف ذا نود والسايد اوف بريدليكشن، شايف واد سبريت وبايلاترال وسيمتريكال. ماشي؟
لما تشوف المنظر ده كابوس ساركوما اسوشيتد مع الاتش اي في، وغالبا تبقى اكتر مع الهوموسيكشوال. لما تيجي تقول مع الهوموسيكشوال، اصل الهوموسيكشواليتي دي يعني ميل مع ميل او فيميل مع فيميل، هي بتبقى اكتر مع الميل مع الميل يعني، عشان بيبقى اسوشيتد اكتر مع الاتش اي في. طبعا هنا برضو نفس الكلام اهي، ده كله مع الاتش اي في. اول ما بشوف الهارد بلد او الجينجيفا فيهم حاجه يبقى دي اتش اي نوديولز اهي، كاركترستيك بتاعه الشيوع موجوده هنا في البلد والجينجيفا. طبعا اكيد موجوده برضو على الجلاند بينز. بتاعت الجلاند بينز دي جات لنا واحده كديها في الباتش ستيج في الجلاند بينز، وكلنا شخصناها على انها دراج رابشر ما عدا الدكتور عطيه. لو حد يسمع عن طرف الدكتور عطيه عبد الله عطيه، قال دي كابوس ساركوما، وطلعت كابوس ساركوما. شفت حالتين في حياتي مالها، كانت فايليشيا سباتش يا احمد كانها بالظبط فيكس دراج رابشر، لما خدنا لها بايوبسي كانت في راجل كبير. مش كانت جايه كده؟ كانت جايه، لا كانت جايه كده مثلا. اه انا فيكس دراج رابشر كانها فيش دراج. اه بالظبط، يعني تحس ان هي فعلا دي برضو في الفالفا، دي الفيسرال انفولفمنت. قلنا اهم حاجه ان ما ننساش بس الانتستين، وادي كمان في اللنج، ادي الكابوس ساركوما. يعني كلمه لما تيجي تقري مالتي سنتريك ديزيز يبقى افكت كذا اورجن ات ذا سيم تايم، ماشي؟ بس هو ده اللي احنا كنا عايزين نشوفه. هو هنا ليه مش كاتب انها ثلاثه ستيجز؟ اساليه بقى تاخد رقم ايه؟ هما الثلاث فيروسات اللي ممكن يعملوا كابوس الساركوما. اتش اي فيروس، اتش اي فيروس ده فيروس، هو فيروس ايه؟ 8. اه اتش اي في 8 والسيتو ده فيروس اتش اي في، هيومن هيربس فيروس تايب 8، ماشي. الاتش اي في طبعا الاتيوباثوجينيسيس بتاعتها دي لو شفتوها دي تبقى، لما يجي يقول لك كابوس ساركوما ان تشيلدرن تبقى اكتر في الانديميك ولا الابيديميك ولا انهي نوع؟ الانديميك اللي هو بيبقى الانديميك اللي هو اللي بيموت اللي هو الليمفا ادينوباثيك، ماشي؟ طيب يمكن هو ده بقى خلاص، ادي الكابوس ساركوما. انا عايز بس اوريكم بس الهيستوباثولوجي وهقفل بقى الصفحه دي اهي. بص اها، دي البرومونتري ساين اللي انا بنقل عليه انه في اللسان جوه البحر، شايفين؟ ادي نيولي فورمد بلاد فيسلز اهي عماله تعمل بروتروجن جوه. هنا النورمال بلاد فيسلز عايز يعمل بروتروجن جوه، دي بيسموها البرومونتري ساين، بس في صوره اوضح شويه اهو. يعني النورمال اهو، دي نورمال بلاد فيسلز عايز يعمل بروتروجن جوه نيولي فورمد بلاد فيسلز، كان بالظبط هو اللي عايز يدخل. او العكس، ماشي؟ اهو ده داخل جوه السليت اهي، ماشي؟ فبيسموها برومونتري ساين. ايه البروتريدنج اندوثيليوم سيلز اللي هو كتبها؟ ايوه ما دي تعتبر اندوثيليال سيلز اهي، ما دي كله اندوثيليال سيلز، ما دي كله اندوثيليال، ما بلاد فيسلز اهو حوالين اندوثيليال. كاتبها انتوزاليوم. ايوه انتوزاليوم. ايوه في اندوثيليوم من بره ومن جوه يعني. ايوه من بره يعني اللي هو عايز يدخل جوه اليوم. اه يعني هو زق اليوم اللي موجود، يعني هم دول اللي اليوم في فورم بلاد فيسلز زقوا، راح مزق اليوم فعامل كانه بالظبط الاندوثيليال بروتريدد انزايز اليوم. اكتبوها بكذا تعبير، اكتبوا برومونتري ساين وخلاص هو هيفهم، يعني هيعرف انكم فاهمين. طيب ادي السليت، شايفين بقى اللي انا هشاور عليه؟ آه انتوا مش اللي انا بشاور، انتوا مش شايفينه اصلا، صح؟ شايفين الحته دي كده ولا مش شايفينها؟ ادي بلاد فيسلز اهو، ده بلاد فيسلز اهو، شايف مين الكولاجين باندلز فوق وتحته؟ ادي بلاد فيسلز اهو، شايف الاندوثيليوم اهو، شايف الكولاجين باندلز. انا المفروض ما اشوفش عند الاندوثيليال لايرز دي اصلا، المفروض ده يبقى بلاد فيسلز شايل الكولاجين باندلز، خلاص؟ يبقى اول حاجه سليت لايك channels splitting الكولاجين باندلز مع حاجه اسمها البرومونتري ساين. بدات بقى البات بلاك ستيج دي تبتدي تدخل، بلاك ستيج بدات تدخل ويبتدي عندي السبندل شيب سيلز تبتدي تطلع، وعندي الاوتو لومينيشن اللي انا كنت بقول لكم عليه ان هو بيحصل. انا ما قلتلكوش عليه اكسترا ايزينوفيليك هيلان جلوبيولز بتتكون، بس الكلام ده صعب عليكم شويه. اكسترا بوزيشن اوف ار بي سيز اهي، يعني الهيموسيدرين بيبتدي يزيد عشان الاكسترا بوزيشن اوف ار بي سيز. فسموها كده سليت لايك. ليه سليت لايك؟ ما الكولاجين ضغط عليها برضه، مش هتبقى راوندد،
لان الكولاجين دي ماشي في باندلز فاهماني، في فراغات ما بينه كده، فجت بين الفراغات دي وراحت موسعه شويه فبرضه لسه سليت. ادي السليت شايفين الشق ده عامل زي شقه تعبانه، دي سليت لايك سبيسز اهي، الحاجات الحمراء اللي انا بشاور عليها دي هي دي الاكسترا بوزيشن في ار بي سيز، شايفين ادي سليت اهو وجواها ار بي سيز. احنا دخلت كده في البيجينين جرانيلوما، كنت بتقولي لي يا دكتور مالجنانت ونودولار وولسر كابسترايد، قلت لك اه نودول في الدرمس، شايف عامل ازاي؟ ده كله تخلي النودولز دي كلها في الدرمس ماشي؟ دي باللو باور، باللو باور يعني اشوفها كده اجريجيشن، شايفين بقى؟ شوف النودولار دي كلها سبيندل شيبد سيلز، كلها سبيندل شيبد سيلز، سبيندل شيبد سيلز ومعاها اكسترا بوزيشن اوف ارس سيلز اهي، اه سبيندل شيبد هيدي بقى، هيدي بقى سكول اوف فيش كانه بالظبط مدرسه في السمك وراح طالعه كده نفس الشكل، بيسموها ايه؟ اه حتى مش حلو؟ طب والله انت لو دققت فيها شويه هتلاقي نفس الشكل، تير وسبندل وطالعين كان السمك عمال ينتشر كده طالع الفسحه، والله العظيم انا اللي اخترعتها، انا لو اخترعتها كنت هقول لك سكول اوف فيش يعني لذيذه يعني سكول اوف فيش دي. الاميونو هيستو كيمستري بتاعت الكابوسي ساركوما دي بقى المصيبه، بقى دي بقى المصيبه. طيب الاميونو هيستو كيمستري عندي حاجه اسمها ال ان اي اميونو هيستو كيمستري ستين، لا هو مكتوب عندكم في الكتاب ولا لا؟ لا ايه مكتوب السنه لا هو بتتسبق بحاجه اسمها سي دي 31 والسي دي 34 والال ان اي 1 موجوده في الايتولوجي 31 اه دي بتاعت لما يبقى اسوشيت مع هيومن هيربس فايروس اللي هو ليتنسي اسوشيتد نيوكلير انتيجين، هو بقى ايه؟ ليتنسي اسوشيتد نيوكلير انتيجين هو ال ان ال اي ان 1 ما انا بطلعها مره واحده ما بعرفش اجيبها تاني، ليتنسي اسوشيتد ليتنسي اسوشيتد نيوكلير انتيجين 1 يبقى اسوشيتد مع الهيومن هيربس فيروس تايب 8 ده بيبقى بوزيتيف في الكانسر. حلو هتنسوا الكلام دوت لا معلش يعني هو ال ان ايه ده بيبقى بوزيتيف بس مع اللي هو مع يعني اللي جاي مع الاتش اي في هيبقى نيجاتيف، بس اللي هو بيبقى ثابت سي دي 31 وسي دي 34 سي دي 31 وسي دي 34 خدنا سي دي 34 دي ولا قبل كده؟ فين؟ في الدرماتوفايبروساركوما بروتيوبرانس، ما السي دي 34 قلنا ان هي بتصبغ الاندوثيليال سيلز وبتصبغ كمان الحاجات كتير منهم كمان اللي هو الدندروسايت تايب 2 صح؟ قلنا الدندروسايتس دي تايب 1 و2، 1 اللي بتتصبغ لي بالفاكتور 13 13 ايه؟ والدندروسايت تايب 2 اللي بتتصبغ بال 34، وقلنا الاورجن بتاعت الدرماتوفايبروما اللي هي دندروسايت تايب 1 والاورجن بتاعت الدرماتوفايبروساركوما اللي هي تايب 2 اللي هو في الاخر حاجه اسمها فايبرو هيستيوسيتيك تيومر. في كمان كانت موجوده في الفرع تراكو ايبيثيليوما اه سي دي 34 مع البي سي سي يعني ايه من الاخر بقى هتبقى ايه؟ يعني ايه بقى؟ و 31 و 34 هل البروموتر صح؟ كابوسي؟ ما هو 31 و 34 بقى بالظبط طب ماشي ما انت هتفرقهم كلينيكال يعني واحد مثلا دلوقتي عندك درماتوفايبروما ده عباره عن ليجن
او بريدرماتوفايبروساركوما بروتيوبرانس، هل هو كومبريسابل ماس؟ لو لقيتي مثلا حاجه كومبريسابل وشك ان هي كابوسي وعارف ان هي بتتسبب 34 و34 وطلعت بوزيتيف يبقى كابوسي. هو ساعات الدكتور اصلا بيحكي لي سببات ثانيه كتير، خاصه برضه يعني 31 و34 تعرفي تحفظي 31 و34؟ هو انا اللي بقول للمعمل اسبوعي مثلا كذا وكذا لو انا شاكه في كده؟ اه هو هي دي بتتسبغ ولا حاجات في البلد؟ ده بتتسبغ صبغه الماركر السيدهات دي، ده صبغات. ادي سي دي 31 اهو، شوف ده كله سبيندل شيبد سيلز، سبيندل سيلز تخيلوا السبيندل سيلز هي بتاخد 37، فتخيلوا اجريجيشن قد ايه. انت متخيل يا احمد ده مفيش حاجه في الدرمس اصلا، ده مفيش حاجه في الدرمس، الكولاجين باندلز ريبليسد باي سبيندل سيلز. دي سي دي 34 اهي، قلنا السي دي 34 هيصبغ لك الاندوثيليال صح، فهيجي عند حوالين البلد فيسلز كلها يقعد يعني الحاجات البني اللي انتوا شايفينها دي، دي كله الاندوثيليال محوط البلد فيسلز. دي ال ان اي دوت اللي هو الليتنس نيوكلير انتيجين لما يبقى مع مين؟ هيومن هيربس فيروس. طيب ايه يعني شوف الموضوع ثانك يو. طبعا اعالجه ازاي؟ هل انفع اعالجه بالليزر بلس الضاي؟ اه ممكن اعالجه بالبلس الضاي او اشيلها بقى ابليتيف بالكربون دايوكسيد ليزر. طيب اهدوا كده بس وصلوا على النبي، والله والله العظيم ما غلط زعلوا نفسه، ولا حاجه في الدنيا دي تستاهل خالص. مين قال لك احنا نزعل؟ الوقت معاكم قاعد بسرعه قوي غريب. لا 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 ده انا عايز اخلص، انا ناوي النهارده اخلص لكم نص سايتوزيس. احنا مش هنلحق دكتور التأمل السايتوزيس ده مهم وعايزين. هو فاضل كده الجلوموستيوما صح؟ اشرحها وخلاص النهارده. مين اصلا ده مهم اصلا بيجي كتير خلاص مش كبيره بتهيألي مش كبيره. 10 دقايق 10 دقايق بس. هو كده فاضل لكم المالجنت، فاضل هو مش النصف مع النصف ولا مع النصف؟ يا بنتي يا بنتي يا ايه ده؟ الجلوماس مالها؟ انا دلوقتي هنشهد.